ومعنا من الحدود التركية السورية قبالة كوباني مفادنا عدنان الظاهر. عدنان، ما هي آخر التطورات الميدانية في كوباني، وهل فعلا تم استعادة المدينة بأكملها من جانب القوات الكردية؟ نعم سرمت، في الحقيقة لليوم الثالث على التوالي ما زالت الاشتباكات متواصلة بين عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية. خلفي الآن ربما تشاهدون سحب الدخان ما زالت تتصاعد في سماء المدينة. اليوم صباحا سرمت، وحدات حماية الشعب الكردية حققت تقدما على الأرض واستطاعت السيطرة على مبنى مدرسة البنين التي تم تحويلها لاحقا إلى مشفى أطلق عليه اسم مشفى مشتى نور. القوات الكردية استطاعت تفخيخ المبنى وتفجيره وقتل عدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. قوات حماية الشعب الكردية تمكنت أيضا من السيطرة على شارع المطاعم وسط المدينة، بينما تستمر عمليات التمشيط في حي مقتلة وحي مورو. مصادر خاصة من داخل مدينة عين العرب كوباني أطلعتنا أنه لم يتم حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة، حيث ما زالت عمليات التمشيط مستمرة في الأطراف الجنوبية والغربية منها. بحسب الأنباء الواردة من بعض المصادر الكردية فإنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قتل حوالي 40 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، بينما وصل عدد القتلى في صفوف الأكراس سواء من المدنيين أو المقاتلين إلى حوالي 170 شخصا. السلطات التركية من جانبها ما زالت تشدد من إجراءاتها الأمنية على طول الخط الفاصل بين سروج وعين العرب. هناك انتشار مكثف للجيش التركي على طول الخط الفاصل ربما لمنعا لحدوث أي عمليات التسلل إلى داخل الأراضي التركية، يمنع دخول أي أحد من جانب السوري إلى جانب إلى داخل الأراضي التركية باستثناء الجرحى الذين يتم نقلهم إلى داخل المشافي التركية والذين وصل عددهم بحسب آخر الإحصاءات. نكتفي بهذا القدر من المعلومات عدنان الظاهر، شكرا جزيلا لك، مفادنا قبالة كوباني.